طلعوك وانت عندك 10 سنين ونص على اساس انه في حق اخوك اعتدى عليك جنسيا. ده الكلام اللي هم بيقولوه، لان زي ما بقول ان في مصيبه بيستخدموها وهي تشويه السمعه. يعني في كل شغل الايتام انه اي رئيس جمعيه عايز يغتال البنت او الولد الطفل او الطفله بيسيء الى سمعتها ويغتالها نفسيا ومعنويا. 10 سنين ونص طلعت فين بقى، رحت فين؟ المؤسسه. مؤسسه يعني الاسم لمؤسسه دور تربيه بالجسم. قعدت فيها؟ اه. طب وايه اللي طلعك منها بعد كده؟ انا هربت. وهرب ليه؟ ما قدرتش استحمل سنتين. تشويه اللي في وشه ده منها؟ كان بيتقلب كله. يعني انت القطع اللي في وشك ده منها؟ قطع في هنا وهنا. ليه كانوا بيعتدوا عليك ليه جوه كده؟ ايه؟ هو مكان اساسا المفروض ما اخشوش. حضرتك جاي من المدارس اللغات، خارج من سنه رابعه متفوق دراسيا، فجاه الاقي نفسي في الاحداث وبدون تهمه؟ هو مش جاي من الشارع للشارع. إيه الناس اللي جوه إيه؟ يعني ايه الناس اللي شفتها جوه؟ ده معامله وحشه. في واحد اسمه استاذ سامح ده على العيال، الواحد اتكلم كله يتضرب. يعني يا ريت الضرب ضرب معقول، لا عشان عصاية على ايديه، لا عصاية تفرق تضربه على دماغه. عصاية بقى مواسير اللي هي خضرا وتخينه. ده تعذيب بقى، تعذيب وحشي يعني. واحنا القسم بتاعنا ما اقدرش استحمل فيه اكتر من كده. حضرتك شوف صورته قبل ما يدخل القريه وشوف طيب. التشويه اللي حصل دلوقتي. هربت، انت كان شكلك مختلف خالص. اه. يعني ده دلوقتي بنجي ميكروباصات. شغال تباع على ميكروباص. ويوم شغال و10 لا، هو ده جاي من الشارع. انا دواش تباع. تباع بتنادي على في الميكروباص. تشتغل خط ايه؟ الف ماسك نصابة ميكروباص رمسيس. هو ده قبل وده بعد. صورتك وشك مختلف تماما قبل يعني وبعد. يعني انت القطع اللي في وشك ده من جوه المؤسسة؟ حرك لحظة مش هتلاقيها في الصورة خالص. هي دي الإدارة بتاعت عمرو أبو العزايمي، بيرمي اطفال في الشوارع يا ده. انا حتى يعني يا ريت عمرو ابو العزيمي شافني. انا ذات نفسي ما اعرفش شكله. احنا اصلا ما نعرفش مين استاذ عمرو. هم ايه سندهم في الدنيا يا استاذ وائل؟ طب يعني انا ازاي اطلع طفل عنده 10 سنين ونص حتى لو قالوا ان اخوه اعتدى عليه؟ لا وغير واحد جنسيا يعني، وانه خايف على العيال الثانيه ان يحصل لها يعني. هو استاذ وائل ما عندوش تقويم. حضرتك احنا لو بناخد بالاوراق استاذ عمرو ابو العزيمي ما عندوش دليل واحد لاي حد من دول اتهمهم. لا شذوذ، احنا بقى معانا دليل ان مفيش الكلام ده حاصل. لو انت حضرتك بتقول شذوذ، ما دام مديحه لما راحت له بتقول والله انا بقول قال لها انا عارف وخليهم جوه القريه يشذوا مع بعضهم بدل ما ينتشروا في مصر. ده كان رده. قالت له انت عارف ان عندك شذوذ جوه القريه وساكت، كويس انهم شذوذ وبنات دول ابطال. قال لها ايوه انا عارف، خليهم يشذوا مع بعضهم جوه القريه بدل ما يشذوا في مصر كلها. طبعا قال لي كلام خارج عن النطاق الحديث. وما ينفعش كلام يتقال. كلام يعني الواحد يستحي ان هو يقوله. ان ولد صغير 8 سنين شاذ، ايه الدليل؟ البنات اللي جوه عندك شاذين، هي بقت الدار كلها شاذه؟ قلت له ايه برهانك؟ قال لي انت بتكدبيني يا مدام؟ انت بتكدبيني؟ لو سمحتي المقابله انتهت. قلت له المقابله مش هتنتهي كده. عند حضرتك موثق من 3 مسؤولين داخل الدار بيقولوا ان هم بنات وبكامل عذريتهم واخلاقيا كويسين جدا. المدرسه نفسها اللي البنات فيها المديرين لما راحوا يمتحنوا على ضمانتنا احنا وعدتنا خدوهم بمنتهى الحب وباكوا وهم بيحضنوهم. وانا اذا واحنا ما نعرفش انه خدوهم عشان كده. حتى الطفل او الطفله ان يعني اذا انحرف جنسيا فلازم اعالجه، ما اقولوش يعني حتى اقول لو ده صحيح العيب من عنده لازم احتويه اعالجه، وهيبقى السبب هو، لانه هو يعني تلقى السلوك ده فين؟ ما هو من الداخل يعني. يعني سوري معلش بعد شويه لحضرتك، لو حضرتك عندك حاجه في مشكله معينه في ابنك او بنتك هتوديه يتحبس ولا هتشهر بيه وتحبسه؟ طيب غادة انت بتنام في الشارع يعني بعد ما بتخلص شغلك بتنام في بتاخد اي مكان في الشارع وبتنام فيه؟ كان بيروح قدام الاس او اس ينده على اخواته عشان يبعتوا له سندوتش او يبعتوا له حاجه، لان في ايام كتير ما كانش بيشتغل فيها، وكان الامن هناك كان بيطرده لانه ملوش حق جوه انه يدخل القريه، اخواته اللي كان طالع معاهم من نفس البيت. رائع. استاذ وائل، الدكتور عمرو ماسك القريه بقاله 3-4 سنين، النتاج بتاعه اللي طلعه شواذ وحراميه وسوابق ما عندوش اي انجازات. بيتباهى بيطلع على الفضائيات بيقول انا عندي دول بنات شاذين دول ولاد شاذين. انا عايزك تقول لي انت بتنام فين؟
انا اكتر حاجه بنام فيها قدام القريه. بتنام قدام القريه؟ مفيش بطانيه ولا اي حاجه؟ لا. وفي الشتاء كنت بتنام كده؟ في الشتاء يوم لما الاقي الدنيا كده بتمطر جامد اروح قدام تحت اي سوبر ماركت اللي هو خاتم سليمان اروح انام تحتيه. تنام تحتيه؟ يكون في شمسيه. في عز البرد ومفيش بطانيه بهدومك كده بتنام؟ وبقالك سنه ونص كده؟ واخواتك اللي جوه طبعا بيتالموا شايفينك نايم، يعني انت بينك وبينهم السور بتاع القريه، لكن بيمنعوك من انك تدخل تنام مع اخواتك. ده كل ما حتى اقف قدام البوابه كل واحد يقول لي امشي عشان الحكومه بتدور عليك، بتعرف بقى المال بتاعتهم، فبقول لهم لما تيجي مره ثانيه قول لهم ان انا مستنيهم قدام القريه. ماما النرفزه مش كل مره اجي اقول لهم انا عايز حتى اسلم على اخواتي الحكومه بتدور عليك. ارهاب، بيعملوا ارهاب. لا دي بيرهبوه هو اللي جوه القريه نفسهم يا استاذ وائل، المهددين من اول ما بيفتحوا عينيهم. التهديد الاساسي بتاعهم ان انتوا لو عملتوا اي حاجه هتروحوا الاحداث، تسرقوا الاحداث، لو في اي حاجه هنطردكم بره. طيب انا عايز اسمعه هو بس علشان يعني عايزين نؤلم بيه الناس. لما يبقى في طفل، انت عندك 14 سنه دلوقتي لكن بقالك سنه ونص طبعا، وقبلها كمان كان في تعذيب في المكان اللي انت كنت فيه، ووشك يعني وشك هنا مختلف عن وشك دلوقتي، لانه دي واحد ضربها لي بمسمار. مسمار؟ دي وجيت انا اعوره هنا وفضلت اشتكي. لا وريني كده اللي في الجنب دي. دي يعني دي مسمار. بس مسمار كبير بقى. لف وشك كده. دي مسمار. ودي برضه بخشب بس فيها مسامير بقى. مين اللي اعتدى عليك بالمسمار في الاول؟ واحد اسمه كريم. في الشارع يعني؟ لا دور. جوه في الدار. في الدار. المؤسسة. في المؤسسة. جيت اشتكي محدش جايب لي حق، فضلت